بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله اليوم حنكمل الباوندري كونديشنز. احنا قلنا حناخد باوندري كونديشنز بين دايلكتريك ودايلكتريك، كوندكتور ودايلكتريك، وكوندكتور وفري سبيس، وحنستعين بالو 2 ماكسويلز ايكويشنز اللي هي الكلوز انتجرال دي دوت دي ال بتساوي زيرو، اللي هي قلنا كونزرفاتيف فورس اللي هو الورك، والكلوز انتجرال دي دوت دي اس بتساوي كيو كلوز اللي هو جاوس لو. قلنا عشان نفهم ايش بصير عند الباوندري نكتب الفيلدز على شكل تانجنشال ونورمال كومبوننتس. فقلنا الالكتريك فيلد هنكتبه على شكل تانجنشال زائد نورمال، وبالتالي الفيلدز الباقيين بنكتبه بهاي الطريقه. بدينا مين بالدايلكتريك دايلكتريك باوندريز. قلنا لو كان عندي تو دايلكتريكس بينهم هيكون باوندري. قلنا برضه نفس الحاجه، الالكتريك فيلد اللي هو في الميديا الواحد اي واحد هقسمه لتانجنشال ونورمال كومبوننت، وإي تنين اللي هو في الميديا الثاني حقسمه لنورمال وتنجنشال كومبوننت، وحدرس إيش بيصير لتنجنشال كومبوننت وإيش بيصير لنورمال كومبوننت. استفدنا من استخدامنا لتو ماكسويلز إكويشن إنه تنجنشال كومبوننت للإلكتريك فيلد على الباوندري بتوين تو دايلكتريك مالها كونتينيوس، يعني إي تنجنشال واحد بتساوي إي تنجنشال تنين، لكن الانتنسيتي اللي هو دي بتكون ديسكونتينيوس، هتكون دي واحد تي على إبسلون واحد تساوي دي تنين تي على إبسلون تنين. كذلك لما نحكي عن normal components بدينا بالدي وأخذناهم برضه، أخذنا tangential و normal components، لقينا إنه normal component للدي بتكون continuous فقط في حالة إنه يكون surface charge على الانترفيس بتساوي زيرو، لكن لو كانت surface charge لا تساوي زيرو هيكون difference between normal components بيساوي surface charge the free charge density rho s. مع انه normal components continuous للدي، هنلاحظ انه normal component للإيمالها discontinuous، انه اي واحد اي واحد epsilon واحد اي واحد n هتساوي epsilon 2 اي 2 n. وقفنا لحد هنا اللي هي قانون الريفراكشن of the electric field. قلنا لو افترضنا انه عندنا 2 دايلكتريكس ميديا 1 وميديا 2، وال 2 دايلكتريكس في عندنا اي 1 واي 2 واي 1 ودي 1، اي 1 ودي 1 زي ما انتم شايفين هذول في الميديا الاولى، هذا النورم على السيرفس، هل شايفين العمود؟ هذا النورم، هذا نورم على السيرفس. عندي عندنا اي 1 ودي 1 برضو حجزئها لتنجنشال كومبوننتس ونورمال كومبوننتس، نفس الحاجة بالنسبة لـ E2 و D2 حجزئهم لتنجنشال كومبوننتس ونورمال كومبوننتس. واضح؟ الكومبوننتس هذه ما بكونش فيها مشكلة. طب احنا بدنا نشوف ايش قانون الريفراكشن. الريفراكشن بتعرفوا اللي هو الانكسار بين تو دايلكتريك ميديز على اساس انه ثيتا 1 وثيتا 2 بيمثلوا، ثيتا 1 هي الزاوية اللي ما بين الالكتريك فيلد والنورم على السيرفيس، وثيتا 2 هي الزاوية ما بين الالكتريك فيلد والنورم على السيرفيس على الانترفيس، يعني وين الانترفيس بحط نورمال عليه، والزاوية بين الفيلد والنورم هي بتكون ثيتا. طب نيجي على التانجنشال كومبوننت. التانجنشال كومبوننت لاي ايش بتساوي؟ اي 1 ساين ثيتا 1 صح؟ واي 2 تانجنشال ايش حتكون؟ اي 2 ساين ثيتا 2. طب احنا عارفين انه اي 1 تانجنشال بتساوي اي 2 تانجنشال، اللي اثبتناها المحاضره الماضيه ورجعناها اليوم. التانجنشال كومبوننت للالكتريك فيلد بتوين تو دايلكتريكس مالها كونتينيوس، اذا اي 1 تانجنشال بتساوي اي 2 تانجنشال. لكن احنا عرفنا من الرسمه اللي امامنا هاي الفيلد وهي الثيتا 1 اللي هي ما بين الفيلد والنون، التانجنشال ايش هتكون قيمتها؟ اي 1 ساين ثيتا 1. ونفس القضيه بالنسبه لاي 2 وهي ثيتا 2 هي الزاوية بين الفيلد والنورم، هتكون التانجنشال كومبوننت بتساوي اي 2 في ساين ثيتا 2 اللي هو زي ما احنا شايفين. هذا من الباوندري كونديشن انه اي 1 تانجنشال بتساوي اي 2 تانجنشال، اي 1 تانجنشال بتساوي اي 1 ساين ثيتا 1، واي 2 تانجنشال بتساوي اي 2 ساين ثيتا 2. ايش كمان باوندري كونديشن الثاني قالنا؟ انه الدي نورم هي الكونتينيوس، دي 1 نورم بتساوي دي 2 نورم اذا ما كانش في عندنا فري تشارج، يعني إذا كانت هذه رو بتساوي زيرو، الفري تشارج بتساوي زيرو، إذا دي 1 نورم بتساوي دي 2 نورم. دي 1 نورم إيش هتساوي؟ النورمال كومبوننت لدي 1، هاي دي 1، النورمال اللي هي هاي، هتكون دي 1
كوساين ثيتا واحد، جيب تمام ثيتا واحد، دي واحد هتكون دي واحد، دي واحد نورم، دي واحد كوساين ثيتا واحد، ودي واحد مين هي؟ إبسلون واحد إي واحد، دي اتنين إن بتساوي إي اتنين، دي اتنين في كوساين ثيتا اتنين، ودي اتنين هي عبارة عن إبسلون اتنين في إي اتنين. لو قسمنا التو كومبوننتس على بعض، الإي واحد بتروح مع الإي واحد، والإي اتنين بتروح مع الإي اتنين، إيش بضل عنا؟ ساين على كوساين اللي هي تان ثيتا واحد على إبسلون واحد بتساوي تان ثيتا اتنين على إبسلون اتنين. إذا عوضنا عن إبسلون واحد وإبسلون اتنين بقيمتهم دلالة ال الريلاتيف بيرميتيفيتي، إبسلون واحد هتكون إبسلون نوت في الريلاتيف بيرميتيفيتي للميديا الأولى، وإبسلون اتنين هتكون إبسلون نوت في إبسلون ريلاتيف للميديا الثانية. هيكون عندي تان ثيتا واحد تان ثيتا اتنين بتساوي الريلاتيف بيرميتيفيتي للميديا الأولى على الريلاتيف بيرميتيفيتي للميديا الثانية. واضح؟ نيجي للكونتاكتور دايلكتريك. ايش الفرق بين دايلكتريك ودايلكتريك؟ بين دايلكتريك وكونتاكتور، احنا قلنا الكونتاكتور ايش بيكون الكتريك فيلد في قلبه زيرو، يعني خصائص الكونتاكتور الكتريك فيلد بيكون بيساوي صفر في قلبه، لانه التشارجز بيروحوا على السيرفس، بطل في تشارجز انكلوزد في الكونتاكتور، وبالتالي بيكون الكتريك فيلد بيساوي زيرو. قلنا ما عدا اذا احنا اجبرناه ووصلنا معاه اسلاك، متذكرين؟ لكن اذا هو في الفري سبيس وحطينا الكتريك فيلد هنلاقي انه في قلب الكوندكتور الكتريك فيلد بيساوي زيرو. طب اذا عندي هاي الكوندكتور وهاي الالكتريك فيلد الدايلكتريك وهاي الباوندري اللي بين التو ميديا اللي هو الخط هذا. هذا خط الباوندري. لو استخدمنا ماكسويلز ايكويشنز هنلاقي نفس القضيه، انه اي تانجنشال لازم تكون كونتينيوس اللي هي الكلوز انتجرال لاي دوت دي ال، لكن التانجنشال كومبوننت في الكوندكتور ايش بدها تساوي؟ زيرو. الالكتريك فيلد في الكوندكتور ايش بيساوي؟ زيرو. التانجنشال كومبوننت زيرو. اذا اي تانجنشال في اللي هو الميديا اللي هي الدايلكتريك بتساوي زيرو. لو اخذنا النورمال كومبوننتس اللي هي الدي ان هنلاحظ انه مالها؟ احنا قلنا بتكون الدي كونتينيوس اذا كانت رو بتساوي زيرو، لا تساوي زيرو حتكون دي ان ايش بتساوي؟ رو اس. كان اي تانجنشال اللي هتكون بتساوي زيرو، لانه اي تانجنشال في الكوندكتور اللي هتساوي زيرو. انتم ملاحظين انه بس احنا حاطين اي واحده مش اي واحد واي اثنين، اي اللي هي في الدايلكتريك التانجنشال كومبوننت تاعتها زيرو، لانه اي تانجنشال في الكوندكتور بتساوي زيرو، والنورمال كومبوننت لا دي هتكون بتساوي رو بي، مش هيكون دي ان واحد ناقص دي ان اثنين، لانه دي ان اثنين بتساوي زيرو. الكوندكتور عنده الالكتريك فيلد بتساوي زيرو، اذا اي زيرو اذا دي بدها تساوي زيرو. تمام. لو كان الالكتريك فيلد قلنا بما انه فيش الكتريك فيلد في قلب الكوندكتور، لو كانت رو في بتساوي زيرو، لا عفوا، في قلب الكوندكتور اللي انا حكيت انه اي تشارجز ايش بتصير لها؟ قلنا بتصير على الباوندري، لو موجود تشارجز بتروح كلها على الباوندري، وبالتالي الالكتريك فيلد لو اخذت جاوس لو بتساوي زيرو. هذا اللي بنحكيها، لو انه ما فيش انا عندي اي فيلد اكزيست في قلب الكوندكتور معناه انه رو في بتساوي زيرو واي بتساوي زيرو. اي بتساوي زيرو احنا الالكتريك فيلد ايش بنعبر عنه برضه؟ بوتنشال سكيلر بوتنشال، انه اي بتساوي ماينس جريد في. ايش قلنا؟ ايكو بوتنشال سيرفيسز الكوندكتورز، متذكرين؟ قلنا دل في بتساوي زيرو معناه انه الكوندكتور بتصرف از ايكو بوتنشال بادي. تمام. اذا احنا قلنا معناه انه الالكتريك فيلد ما انه زيرو على الكوندكتور، اذا معناه زي ما انتم شايفين انه اي تي تانجنشال قلنا بتساوي زيرو، برضه دي تي بتساوي زيرو، لانه دي تي ايش علاقتها باي تي؟ بالابسلون، ابسلون للميديا للكوندكتور، اذا حتكون برضه زيرو، لكن دي ان اللي احنا قلنا حتساوي رو اس، وين بتكون؟ اكسترنال للكوندكتور وعمودي عليه، يعني فقط هاي اللي بيكون موجود. لو كان عندي كوندكتور هيكون التانجنشال كومبوننت بتساوي زيرو دائما، اكسترنال للكوندكتور هتكون التانجنشال كومبوننت زيرو، وايش هتكون فقط الاكسترنال اللي هي النورمال كومبوننت فقط. النون زيرو كومبوننت هي النورمال كومبوننت.
التانجنشال بتساوي زيرو، النورمال يعني بنقدر نقول ببساطة إنه الإلكتريك فيلد الخارج الكوندكتور هيكون دائما على النورمال دايركشن لأنه التانجنشال كومبوننت دائما بتساوي زيرو. عشان هذا الاشي انه الالكتريك فيلد في قلب اي كوندكتور بيساوي زيرو، احنا بنسمي الكوندكتور از شيلد. يعني مثلا لو احنا اعتبرنا اللي هي الاي هذه هي عباره عن كوندكتور وحطينا بودي اللي هو بي في قلب اللي هو الكوندكتور اي، الكوندكتور اي ايش بيعمل؟ بيمنع اختراق اي الكتريك فيلد لانسايد الاي، فمعناه انه بي مش هتشعر بالمره في وجود السي، ونفس الاشي السي مش هتشعر بالمرة في وجود البي، لان الكوندكتور ايه ايش عمل؟ كشيلد، كدراع واقي، هيمنع انه البادي بي انه يشعر في وجود السي، ونفس القضية البادي سي مش هيشعر بوجود البادي بي، انه احنا شلنا بمنع اختراق الالكتريك فيلد له، فقط هيكون اكسترنال ونورمال له، مش هيكون في قلبه، بالتالي البادي بي هيشعر انه محمي من اللي هو اي تأثير للبادي سي. بنسميه الكتروستاتيك سكرينينج اور شيلدينج. شيلدينج اللي هو حامي، والسكرين هو برضه زي احنا بنحمي حالنا الشبكه من البعوض ومن الحشرات الضاره. اخر حاجه اللي هي كوندكتور فري سبيس. احنا قلنا الفري سبيس ما هو الا دايلكتريك وز ابسلون بتساوي ابسلون نود، يعني حكيناه قبل قليل على كوندكتور دايلكتريك حالة خاصة منه اللي هي الفري سبيس. يعني بقدر اقول انه الالكتريك فيلد هيكون اكسترنال للكوندكتور ونورمال عليه، بمعنى انه التانجنشال كومبوننت بتساوي زيرو والنورمال كومبوننت بتساوي رو اس، والدي نورم مش بتساوي ابسلون نود اي ان، واضح؟ لانه ابسلون ريلاتيف بالنسبة للسبيس بتساوي واحد. طيب نشوف بعض الامثلة، بدنا نستفيد من باوند كونديشن احنا في حالتنا عشان نحل امثله، انه لو انا كنت عارفه بعض المعلومات عن الالكتريك فيلد في ميديا كيف اقدر اجيبها في ميديا ثانيه. يعني مثال، عندنا هذا المثال اللي قدامنا، عندنا تو اكستنسيف هوموجينس ايسوتروبيك دايلكتريك. هوموجينس ايش معناها؟ قلنا ابسلون لا تعتمد على الاكس والواي، ايسوتروبيك انه الدي والاي بيكونوا في اتجاه واحد. ميت قلنا بلين زد بتساوي زيرو، يعني هي التو بلينز هي الاولاني، هاي المكعب الاولاني او الميديا الاولى، وهي الميديا الثانيه وين اتقاطعوا وين قعدوا على بعض؟ يعني زد ايكوال زيرو، هاي زد اكسس وهاي زد اكسس وهاي زد ايكوال زيرو. هنا التو ميديا قعدوا على بعض عند زد ايكوال زيرو، اذا الانترفيس بيكون البلين تبع الانترفيس بيكون عند زد ايكوال زيرو، واضح؟ ممتد في الاكس واي بلين، وبيكونوا زي ما قلنا احنا لو دفترين او مكعبين، ايش يعني لو اعطيتكم دفترين افرجيكم ايش قصدهم في التو ميدياز والانترفيس. يعني هاي الميديا الاولى وهاي الميديا الثانيه، وين تلاقوا؟ هذا هو بنسميه الانترفيس اللي هو بينهم بالتمام اللي هو جلد الدفتر. بالتمام احنا كنا حاطين جلد الدفتر عند زد ايكوال زيرو، هذول تو بلينز يعني موجودين في الاكس واي بلين، لكن في الزد اكسس واحده حتكون في ماينس زد والثانية في بلاس زد. شكرا. إذا هي عندنا التو ميدياس اللي هي الواحد واثنين، ابسلون ار واحد للميديا الأولى ريلاتيف دايلكتريك واحد، والدايلكتريك للميديا اللي هو ابسلون ار اثنين. ابسلون ار واحد قيمتها أربعة وابسلون ار اثنين قيمتها ثلاثة، وزي ما قلنا إنه الابسلون الميديا الأولى في زد أكبر من أو تساوي زيرو، والميديا الثانية فور زد أقل من أو تساوي زيرو. في الميديا الأولى كان في عندي إلكتريك فيلد E1، أنا عارفة كل معلوماته، إنه له كومبوننت في الإكس دايركشن قيمتها 5 وفي الواي مقدارها ماينس 2 وفي الزد مقدارها 3 كيلو فولت بير متر. لو اللي طالبه أول حاجة E2 فور زد أقل من زيرو، عشان أجيب E2 إيش لازم أجيب؟ التانجنشال كومبوننت والنورمال كومبوننت. طب إحنا عرفنا إنه بين الدايلكتريك والدايلكتريك التانجنشال كومبوننت مالهم؟ continuous، يعني E tangential واحد بتساوي E tangential اثنين. مين التانجنشال كومبوننت في هالحالة؟ اللي هي الإكس والواي.
مين اللي على الانترفيس اللي فرجتكم اياه الدفترين؟ حيكون الاكس والواي. العمودي عليهم مين؟ الزد كومبوننت. اذا بطلع وين الاكس كومبوننت والواي كومبوننت؟ 5x ماينس 2y هي اي 1 تانجنشال، اي 1 نورم هي 3 اي زد هات. اذا من الباوندري كونديشن اي 1 تانجنشال بتساوي اي 2 تانجنشال، بالتالي اي 2 تانجنشال ايش قيمتها؟ 5x هات ماينس 2y هات. واضح؟ طب النورمال كومبوننت قلنا مين من النورمال؟ اللي هي دي ان 1 بتساوي دي ان 2، او دي 1 دي ان 1 ماينس دي ان 2 بتساوي رو 3. بس هو مش جايب لنا سيره اي فري تشارجز، معناها رو بتساوي صفر، السيرفس تشارج بتساوي زيرو. اذا دي 1 نورم بتساوي دي 2 نورم. طب دي 1 نورم ايش بتساوي؟ ابسلون 1 في اي 1 نورم اللي هي قيمتها 3، واي 1 نورم ابسلون ار 1 هي 4، 4 في 3 هي اللي هي دي 1 نورم بتساوي دي 2 نورم، وبالتالي بقدر اقول اي 2 نورم، لانه اي 2 نورم ايش بتساوي؟ دي 2 نورم على ابسلون 2 ار. واضح كيف جبنا الكومبوننتس كلهم؟ هي الحلول محطوطه. هي اي 1 نورم بتساوي اي 1 دوت ان هات اللي هي 3 زد كومبوننت، واللي هي توتال اي اي نورم زائد اي تانجنشال. وكتبت حكيت لكم اياها، التانجنشال كومبوننت اللي هي في الاكس والواي كومبوننت، التانجنشال 2 حتساوي اي تانجنشال 1، دي 2 نورم بتساوي دي 1 نورم لانه الفري تشارج على السيرفيس قلنا بتساوي زيرو، ودي 1 نورم ايش بتساوي؟ ابسلون راتب 1 في اي 1 ان، وبنجيب دي 2 ان، وبالتالي بقدر اجيب اي 2 ان لانها حتكون دي 2 ان على ابسلون ار 2. اذا جبنا اي 2 تانجنشال واي 2 نورم، بالتالي بقدر اقول انه اي 2 بتساوي اي تانجنشال زائد اي 2 نورم، وبقدر احسب قيمه الاي 2. واضح كيف؟ اذا انا معرفتي المعطيات عن الفيلد في الميديا الاولى، عرفت اجيب الميديا الفيلد في الميديا الثانيه لان عارفه الكونديشنز تاعت الباوندري بين التو دايلكتريكس. طب الزوايا بين اي 1 واي 2 اللي بيعملوهم مع الانترفيس، بدو الزاويه اللي بيعملوها مع الانترفيس. طبعا عندي تو كومبوننتس، يعني عندي اكس واي كومبوننت على الاكس واي بلين، يعني عندي اي 1. لو انا بدي افكر في الزاويه اللي بين الاكس واي بلين، حتى في الاكس واي بلين حتكون اصعب من اني لو فكرت في الزد كومبوننت، لانه عندي 1 كومبوننت في الزد كومبوننت. يعني لو انا طلعت على الزد كومبوننت للالكتريك فيلد، بقول انه الزد كومبوننت ايش بتساوي؟ اي جبت تمام 6 1 صح؟ إذا جبت الستة واحد بقدر أجيب الألفا واحد بمنتهى البساطة، بقدر أقول إنه إي ألفا واحد بتساوي اللي هي الديفرنس بين 90 ناقص 6 واحد. طيب أو بدي أجيب قيمة الإي واحد تانجنشال اللي هي السكوير روت لإكس تربيع زائد إي إكس تربيع زائد إي واي تربيع، بس أصلي إن أجيب الزاوية ما بين الزد كومبوننت والنورم على الإنترفيس، ال اي 1 والنورم على الانترفيس، وبالتالي بقدر اجيب اللي مع الانترفيس لانها حتكون 90 ناقص 6 اللي مع النورم. اذا هذه هي الخطوه الثانيه، بدي اجيب 6 1 و 6 2، واحنا قلنا انه انا عارفه النورمال كومبوننت والتنجنشال كومبوننت للفيلدز، بقدر اقول انه 6 1 يعني اسوأ بعملها بهذه الطريقه، انه 6 1 بتساوي يا سواء اللي هو بجيب دلالة التانجنشال كومبوننت انها كوساين، او الثاني انه بقول الماجنتيود تبع الاي 1 تانجنشال على اللي هي الاي 1 زد، هي بتكون تان ثيتا 1. اذا حسبناها بهي الطريقة زي ما احنا هنا حاسبينها، اني جبت المقدار تبع الاي 1 تانجنشال هي سكوير روت لمربع الاولى زائد المربع الثانية، والنورم احنا عارفينها اللي هي في الزد كومبوننت، بقدر اقول تان ثيتا 1 اي 1 تانجنشال اي 1 نورم، بجيب ثيتا 1. بجيب الفا 1 لانه الفا 1 ايش حتساوي؟ 90 ماينس 6 1. نفس الحكي بطبقه على اللي هو الاي في الميديا الثانيه، وبقدر اجيب اللي هي الفا 2. طيب ايش اللي بعده؟ الانرجي دنسيتيز ان بوث دايلكتريكس، واحنا برضه شفنا انه الانرجي دنسيتي بتساوي نص الدايلكتريك في الماجنتيود للفيلد تربيع. فاذا في الميديا الاولى حتكون الانرجي دنسيتي نص ابسلون 1 اي 1 تربيع، في الميديا الثانية حتكون نص ايبسلون 2 اي ماجنتيود تربيع. هو معطينا الريلاتيف بيرميتيفيتي ايبسلون ار 1 ايبسلون ار 2، لكن بدي ايبسلون فايش بسوي؟ بضرب هاي بايبسلون نود،
ضربنا ابسلون ريلاتيف ابسلون نوت بحصل على ابسلون في الميديا. فاذا ابسلون واحد ايش حتكون؟ ابسلون نوت اللي هي 10 قوة ناقص 9 36 باي في ابسلون ريلاتيف اللي هي 4 في اي واحد تربيع اللي هي طبعا الماجنيتيود هو الجذر التربيع للاي اكس تربيع زائد اي واي تربيع زائد اي زد تربيع تربيعها بخلص من الجذر لانها كانت كل القيم معطيني اياها بالكيلو فولت. فلما اربعها ايش بتصير؟ 10 قوة 6. انتبهوا لليونتس، احنا عندي الالكتريك فيل معطيني اياه بكيلو فولت بير متر. لما اخذ الماجنيتيود لاي تربيع هتصير ايش عندي؟ كي تربيع، يعني كيلو تربيع يعني 10 قوة 6. فهذه صارت عندي في 10 قوة 6. لو حسبت بيطلع بضل عندي بالميكرو لانه 10 قوة ناقص 6، وفي عندي اللي هي بعض حيطلع لنا بعض برضه الترمات فحيكون 672 ميكرو، هي 0.6723 ملي جول للتسهيل، 672 ميكرو جول بالمتر كيوب. نفس الحاجه الانرجي دنسيتي في الميديا الثانيه، ما ننساش اليونتس لانه هي كانت بالكيلو فولت، هي طلع عندي 10 قوة 6 بالنهايه بيطلع مع جواب بالميكرو جول. اخر حاجه هو طالب التوتال انرجي وزن ذا كيوب اوف سايد 2 متر سنتر ات 3 4 ماينس 5. بده التوتال انرجي اللي في قلب مكعب اللي وين؟ عند 3 4 ناقص 5. بتعرف وين هو؟ في الميديا الاولى ولا في الميديا الثانيه؟ ما انها سالب زد، سالب زد وين؟ الميديا الثانيه. وهذا الكيوب سنتر عند مين؟ عند اكس 3 واي 4 وماينس 5 بالنسبه للزد كومبوننت. هذا السنتر تبعه عشان اعرف اللي هي من وين، بدي اخذ الاكس لواي والزد. اذا هو السنتر، اذا السنتر تبع الاكس مثلا عند الثلاثة، اذا قديش حيروح طول الضلع واحد، يعني حيروح من وين؟ من 2 لأربعة، لأنه هو سنتر عند الثلاثة، واحد واحد، فحيكون ببدأ الانتجريشن من واحد لأربعة، واي السنتر عند الأربعة، إذا حيروح من وين؟ لثلاثة لخمسة، واضح؟ وهكذا. إذا حنعمل التوتال انتجرال اللي هو اكس من 2 ل 4، واي من 3 ل 5، زد حيكون من ماينس 6 ل ماينس 4، بعمل الانتجريشن بحصل على التوتال انرجي. واضح؟ في اي استفسار لحد هنا؟ طبعا اخذنا هيك واضح، ليش؟ لانه قلنا الاكس سنتر عند الثلاثة، إذا حيكون الطول بروح من 2 ل 4، لأنه طوله 2. واي سنتر عند الأربعة، إذا بيكون من 3 ل 5. زد سنتر عند الماينس 5، اذا بروح ماينس 6 لماينس 4. طب كمان مثال، المثال طبعا هلقيت عن كوندكتور ودايلكتريك، احنا شفنا بين دايلكتريك ودايلكتريك، نشوف بين كوندكتور ودايلكتريك. عندنا ريجن اكس واي اقل من 0، وين التو كيوبس انترفيست عند واي ايكوال 0؟ يعني عند الكيوب الاولاني الاكستنشن تبعه في الاكس زد والثاني في الاكس زد. اتقابلوا عند ال y equal 0 زي ما انتم شايفين في الرسمه، هاي ال y axis وال two media اللي هي الدايلكتريك والكوندكتور اتقابلوا الانترفيس تبعهم او البلين عند y equal 0 تبع التقاطع. واضح؟ في ال y اقل من او تساوي 0 الكوندكتور، في ال y اقل من او تساوي 0 عندنا الدايلكتريك، الو ابسن ريلاتيف بتساوي 2. If there is a surface charge، هنا معطينا surface charge مقدارها 2 نانو كولوم بالمتر تربيع on the conductor، determine E and D at. أول حاجة بده قيمة E و D عند A اللي هي موجودة في الكوندكتور. ليش موجودة في الكوندكتور؟ عندنا Y مالها سالبة، قلنا Y سالبة بيكون الكوندكتور، Y موجبة الدايلكتريك. طب احنا عارفين الالكتريك الكوندكتور ايش الالكتريك فيلد بيكون عنده في قلبه؟ زيرو. إذا الجواب الأولاني سهل، إحنا أول حاجة بنقول إنه إيه هذه النقطة اللي هي 3 ناقص 2 2 بتكون في الكوندكتور، لأنه واي مالها أقل من 0، وبالتالي إي ودي بيساوي صفر، على طول. إحنا قلنا الكوندكتور بيحتويش على الإلكتريك فيلد لأنه التشارجز كلها بتروح على السيرفيسز، بطل في عندي إنكلوز تشارجز جوا بيكون الإلكتريك، ودي بالتالي بيساوي صفر. النقطة بي اكس ناقص 4 واي 1 زد 5، وين بيكون؟ في واي اكبر من صفر، يعني وين انا؟ في الدايلكتريك. اذا وين انا؟ في الدايلكتريك. بدنا قيم اللي هي الدي والاي، طبعا اي تانجنشال
هتكون صفر. احنا اتفقنا انه الفيلد اوتسايد اكسترنال الكونتاكتور عمودي عليه، يعني ما لها تانجنشال بتساوي صفر. وانا في عندي تشارج فري تشارج مقدارها 2 نانو كولوم بر متر تربيع، اذا دي نورم بدها تساوي الفري تشارج. واضح؟ لو كانت ما فيش فري تشارج هتكون برضه النورمال كومبوننت بتساوي زيرو. طب اذا دي نورم بتساوي رو اس اللي هي 2 نانو كولوم بر متر تربيع، ودي ايش هتساوي؟ اتجاهها از فيكتور عشان نحددها النورمال اللي هي مالها حتكون في اتجاه الواي كومبوننت. التانجنشال هي في الاكس زد كومبوننت مالها صفر. وبالتالي بقدر اقول انه اي ايش بتساوي دي على الابسلون اللي هي عباره عن ابسلون نوت في ابسلون ريلاتيف، وهو معطيني الدايلكتريك للميديا الريلاتيف دايلكتريك للدايلكتريك ابسلون ار للدايلكتريك او الريلاتيف بيرميتيفيتي للدايلكتريك بتساوي 2. تطلع الرسمه مش في السؤال. فاذا انا هقول انه اي بتساوي دي على ابسلون نوت ابسلون ار بتساوي المقدار قدامنا اللي هو 36 باي واي هات. في اي استفسار لحد هنا؟ هيك احنا بنكون خلصنا شابتر 5. شفنا كيف الباوندري كونديشنز بين الدايلكتريك دايلكتريك وبين الدايلكتريك والكوندكتور. في اي استفسار لحد هنا؟ نيجي هلا الباوندري فاليو بروبلم. الباوندري فاليو بروبلم مهمين كتير في حساب الموجات وفهم التصرف تبع الموجات في الميدياس، وبرضه بيجوا من ماكسويلز ايكويشنز. يعني ماكسويلز ايكويشنز هم الاساس لكل الشغل تبعنا. شفنا الباوندري كونديشنز من وين اشتقناهم؟ من ماكسويلز ايكويشنز. نفس الحاجه للباوندري فاليو بروبلمز. اول حاجه حنشتق تو ايكويشنز، واحده اسمها الباسون والثانيه لابلاس ايكويشنز. هذول اسماء علماء، باسون ولابلاس، الاثنين اشتغلوا كثير في في اللي هو الالكترو ماجنتكس. نيجي لللينير ميديا. احنا قلنا في اللينير ميديا دايفرج دي اللي هي بتساوي رو في برضه بتساوي دايفرج ابسلون اي. لما نقول لينير يعني معناه العلاقه بين دي واي مالها لينير، فيش عندنا اي تربيع واي كيوب. اذا دايفرج دي بتساوي دايفرج ابسلون اي اللي هي بتساوي رو في. لكن احنا عرفنا انه اي ايش بتساوي؟ ماينس دل في. من وين اشتقناها؟ انه اول حاجه كنا متاكدين انه كيرل الاي بتساوي زيرو الروتيشنال الكتريك فيلد، صح؟ قلنا لما عنده كيرل اي بتساوي زيرو اذا الاي ماله بتساوي دل لفي. وبعدين شفنا من اشتقاقاتنا الكونزرفاتيف فورس انه بتطلع عنا اشاره سالبه، صح؟ متذكرين؟ إذا عندنا E بتساوي ماينس دل ال V. لو عوضت هنا حيكون عندي دايفرج إبسلون ماينس بدل أقيم ال E وأحط قلت لها ماينس دل ال V جريد ال V بتساوي رو V. طب إحنا دايفرج الدل طبعا إبسلون إذا أخذتها برضه هوموجينس، هذه طبعا الحالة العامة هاي المعادلة اللي هو باسون للإن هوموجينس، يعني إبسلون ماله بيعتمد على إكس وواي وزد لإن هوموجينس معناه ما بقدرش اطلعه من الديفرنشال، انا بيصير له تفاضل. لو هو ان هوموجينس معناها ابسلون مالها بتعتمد على الاكس واي زد، بتعتمد على البوزيشن، يعني برضه نفسها ابسلون فانكشن في اكس واي زد مش بس البوتنشال. لكن لو انا اعتبرتها هوموجينس معناها ابسلون ماله لا يعتمد على الاكس واي زد، بقدر اطلعه من الديفرنشال. بالتالي اذا طلعت الابسلون برا الديفرنشال معناها ابسلون حيصير عندي دايفرج الدل، ودايفرج الدل احنا شفنا قبل هيك دل التربيع. إذا حيكون دل تربيع ال V بتساوي ماينس رو V على إبسلون، هاي هي بسو إيكويجن لمين؟ للهوموجينوس ميديا. تمام؟ إذا البسون إيكويجن للإن هوموجينوس ميديا بتقول لي دايفرج ماينس إبسلون دل V بتساوي رو V، للهوموجينوس دل تربيع V بتساوي ماينس رو V على إبسلون. لو كانت رو V بتساوي زيرو بحصل على لابلاس إيكويجن. حيكون عندي دايفرج ماينس ابسلون دل في بتساوي زيرو للانهوموجينوس، والدل تربيع في بتساوي زيرو للهوموجينوس. يعني لما رو الفري تشارج بتساوي زيرو بحصل على بلاس ايكويجن، لما رو في لا تساوي زيرو بكون بحكي على باسون ايكويجن. واضح؟ طب ايش هي الباسون ايكويجن يا عبير؟ طب لما ايش باسون ايكويجن؟ معادلتين الهوموجينوس والانهوموجينوس. تمام. في في ال
divergence لسالب epsilon gradient voltage like this. فنعوضنا بالآخر. تصور ستيرو. تمام. هذه لمين؟ للهوموجينس ولا للهوموجينس؟ للهوموجينس. ليش الهوموجينس؟ لأنه أبسلون؟ لسه موجودة ما طلعناها بركات. ليش؟ لأنها بتعتمد على X, Y, Z. الهوموجينس. طب والثانية إيش بتكون؟ لما نطلع السالب أبسلون برا نقدر نضرب بعض سالة دلتا بي بي بتساوي رو بي على الأبسلون. ماينس رو بي على الأبسلون، هنا لأنه أبسلون بتصير هوموجينس معناها لا تعتمد على X, Y, Z. في حالة رو بي بتساوي زيرو بنحصل على اللابلاس سواء للهوموجينس ولا للهوموجينس ميديا. طب اللابلاس احنا شفنا قبل هيك، لكن للتذكير سواء في الكارتيجن او السلندريكال او السفيريكال ما اقدر اشتقه او يعني اتذكره او اعرفه اللي بدي اياه او يعطى لي في الامتحان. اسهل واحده فيهم اللي في الكارتيجن هي دي 2 في باي دي اكس تربيع زائد دي 2 في باي دي واي تربيع زائد دي 2 في باي دي زد تربيع بتساوي زيرو. طبعا هذه اللابلاس ايكويجن للتربيع في بتساوي زيرو. لمين؟ للهوموجينس، لانه ابسلون انا طلعتها برا، دلتا بي في بتساوي زيرو. الهوموجينس لابلاس ايكويجن، بس هنا في السلندريكال وهنا في السفريكال كوردينيت لابلاس ايكويجن للهوموجينس ميديا. طب يونيكنس ثيورم، ايش معنى يونيكنس ثيورم؟ انه انا لو انا بدي سوليوشن يكون وحداني، يعني انا بحكي عن الماوس هاي الزرعه. بدي انا اللي احصل عليه في النهايه الماوس الزرقاء، بديش احصل على الماوس الحمراء والخضراء والصفراء، مليانه دنيا ماوسات، لكن انا بحكي عن ماوس معينه، بحكي عن موجه معينه، بدي احصل على هاي الموجه، هاي اليونيكنس، مش السوليوشن تبعي هذا ماثماتيكال، هذا السوليوشن تبعي ماثماتيكال، او يعني هذه المعادلات رياضيه، المعادلات الرياضيه هي بتعطيني بدل السوليوشن مليون سوليوشن، لكن بدي سوليوشن وحيد منه، اللي بيخليها يونيكنس اللي هي الباوندري كونديشنز. بحط الكونديشنز تاعت البروبلم تاعتي بتعطيني السوليوشن تبعي او بتعطيني الويف تاعتي او البوتنشال تبعي. بدون الباوندري كونديشنز تاعوني بيكون عندي السوليوشن ماله عام، بينفع لاي حد تاني، بينفع للما ولعبير ولهديل ولهبة، بينفع للجميع. لكن انا بس بدي السوليوشن تبع مين؟ هديل. بدي بالنهاية يكون بنطبق الحل على هدير، معناه بدي اقول باندري كونديشنز، لابسة جلباب لونه بني فاتح، حاطة شرب على شكل جلد النمر وهكذا. بحط الباندري كونديشن تاعتي بتطلع لي الموجة اللي انا بدور عنها، هذه هي اليونيكنس. اذا هذه تلت تربيع في اللي هي لابلاس اكويجن للهوموجينس ميديا بتساوي زيرو، بتقول لي انه انا عندي سوليوشنز متعددة. عشان احقق او يعني اوصل للسوليوشن بدي اياه او الاونلي سوليوشن اللي بدي اياه، فقط بتحقق هذا الحكي اذا طبقت الرايت باوندري كونديشنز. عشان احصل على السوليوشن تبعي اولا بدي اختار المعادله المناسبه. انا بدي مين؟ لابلاس ولا باسون؟ ايش بيعتمد على ان في عندي فري تشارج ولا لا؟ هل هي الهوموجينس ولا الانهوموجينس؟ بيعتمد هل البيرميتيفيتي تاعتي بتعتمد على الاكس واي زد ولا لا؟ اذا اول حاجه بدي اختار المعادله الصحيحه. بعدين بدي اشوف المنطقه اللي بحل فيها. عشان اختار اللي هي الباوندر كونديشنز. بريسكرايب باوندر كونديشنز. اذا اول حاجه بختار المعادله الصحيحه. بعدين بشوف الريجن تاعتي وبحل وبختار الباوندر كونديشنز الصحيحه. إذا الجنرال سولوشن كم مرة؟ أول حاجة بنحل لابلاس إذا كانت رو في بتساوي زيرو، أو باسون إذا كانت رو في لا تساوي زيرو. أسواء بنستخدم الدايركت انتجريشن. وقت ايش بستخدم الدايركت انتجريشن؟ لو أنا خلينا ناخذ أسهل وحدة اللي هي لابلاس إيكويجن للهوموجينس ميديا اللي هي تربيع في. لو كانت الاعتمادية تاعت البوتنشال على الواي بتساوي زيرو، والاعتمادية تاعت البوتنشال على زد بتساوي زيرو، ايش حيكون عندي؟ فقط اعتمادية على الاكس، عندي 2 في باي دي اكس تربيع بتساوي صفر. مش هي بحلها باي دايركت انتجريشن، بكمل اول مرة وثاني مرة. إذا الحل تبعي زي هيك ونفس الشيء هنا. لو كان مثلا بعتمدش على الرو، بعتمدش على الزد، بس اقدر الفاي كومبوننت. بستخدم الانتجرال، نفس الحاجة في السفيريكال. لو هدول بعتمدش على الار والثيتا، بعتمدش على الفاي. دبل انتجرال بحل. إذا بطلع لو أنا البوتنشال تبعي فقط بعتمد على 1 فيريبل، دائما بيسهل علي الحل، بكون اني بقدر اعمل بالدبل انتجرال بجيب السوليوشن. لكن لو بعتمد عليهم كلهم بقدرش احل بالدبل انتجرال، بدي احل بحاجه بنسميها سيبريشن اوف فاريبل.
بدي استخدم separation variable. يعني الحل الاول الطريقه الاولى هي direct integration اذا كانت في فقط function variable واحد، او بستخدم separation of variable اذا كانت في مالها بتعتمد على اكثر من variable. واضحه هاي النقطه؟ لحد هلقيت الحل اللي انا حليته سواء بالدبل انتجرال ولا بالسبريشن فيريبل، الناتج تبعي ماله مش يونيك لانه عام، لسه ما حطيتش عليه كونسترينز. بدي احط الباوندري كونديشنز وبالتالي بحصل على اليونيك سوليوشن. واضح؟ لما احط الباوندري كونديشنز افرضها على السوليوشن اللي حصلت عليه سواء من اللي هي الدبل انتجرال ولا من السبريشن فيريبل بحصل على اليونيك سوليوشن. إذا حصلت على V بسهل علي أجيب E لأنه إيش بتساوي ماينس جريد V. إذا جبت E بجيب D لأنه D إيش بتساوي إبسلون E. واضح؟ كمان بقدر أجيب Q لأنه Q إيش بتساوي الانتجرال لرو S دي S، ورو S إيش بتساوي دي N. إذا بقدر أجيب أي حاجة إذا عرفت هذا الحكي. كمان بقدر أجيب مين؟ الكابستنس بين تو ميديا لأنه C بتساوي Q على V. إذا كنت عارف البوتنشال أوريدي بقدر أجيب اللي هي الكابستانس، بالذات لو انا كنت احكي على تو كوندكتورز. تمام، خلي الامثله اللقاء القادم ان شاء الله، بس رجاء راجعوا اللي حكيناه عشان تكونوا معنا في حل الامثله. يعني احنا تقريبا هيك خلصنا الشابتر، الباقي اسئله. يعني ان كان ادخل اللقاء الجاي نبدا شابتر 7، بس عشان تستفيدوا من حل الامثله رجاء اطلعوا عليه، اطلعوا على اللي حكيناه وتطلعوا على الأمثلة نفسها عشان لو في عندكم أي استفسارات تحصلوا على الإجابات وإحنا بنحكيها مع بعض. تسألون ليش هاي النقطة هيك، ليش النقطة هاي. أما هيك باعتبار الشابتر خلص. يعطيكم العافية.